عوده بقى للمحاضرات، وانا يسعدني طبعا اقابل الدكتور محمد خليفه. دكتور محمد خليفه وانتهى الموست اكتف ممبرز عندنا في الوحده، الحقيقه في جونيور ممبرز الاكتف في الوحده، وهيكلمنا عن اللاينز اند تيوب اليونيت. اي هوب يو انجوي. اتفضل يا دكتور. على الانترودكشن الجميل ده، ومبسوط جدا ان انا يعني اول توك في يوم جميل احتفالا بالبريماتيورتي داي، واننا خلينا الثيم بتاعنا بتاع اليوم ايمجينج في البريماتيورتي عموما او في النيونيت. فاحنا ما ينفعش نعدي اليوم من غير ما نتكلم على اللاين والتيوب في البريتيرمس، لان احنا مبدئيا ما عندناش بريتيرم بيدخل الحضانه من غير ما يركب اي لاين او اي تيوب، بدايه من نيزو جاستريك وخلافه. الابروتش بتاعنا احنا طبعا اي لاين او تيوب بتركب بنبدا ببيزك اكس راي. الاكس راي بتاعتنا دي بتعتبر هي الجولد ستاندرد او البيزك انفستيجيشن، من خلالها بنشوف الجود بليسمنت والجود بوزيشن بتاع اللاين بتاعنا او التيوب. طبعا اي كينكينج اي كولينج اي مال بوزيشن بتاعنا في الانسرشن ممكن بنسبه كبيره بيساوي كومبليكيشن. ايه البوسيبل كومبليكيشن اللي ممكن نشوفها؟ طبعا لو كانت نيزو جاستريك ومتركبه في دخلت في الرايت مين برونكس ممكن تعمل لي نمونيا، تعمل لي بانوري لاستريشن، تعمل لي اتليكسس فاسكولار كاسيتر زي ما هنشوف، ممكن تعمل ثرومبوزس او بيرفوريشن. يعني احنا النهارده هنتكلم على يعني هنسميها تيبس وتريكس، يعني المفروض ان هي حاجات بيزك خالص هنشوفها من خلال اليو في سي، الامبليكال ارتري، البيج لاين، السنتر لاين، الاندوتريكيا، للشيست درين، والجاستريك كاسيتر نيزو او اورو جاستريك والنيزو جيجنال. لو بدانا بالامبليكال فين كاس، زي ما احنا شايفين كده الامبليكال فين كاس يهمنا ان بوينتر ان كلر ولا ليزر بوينتر؟ هنبدا بالامبليكال فين كاستر. زي ما احنا شايفين هو بيتركب من بدايه من الامبليكال فين، الاند بتاعته بتبقى جاست اباف دايبريم او عند الليفل بتاع الدايبريم اللي هو عند الانفيريور فينا كيفا، بيمر بالثرو الليفت بورتال فين والهيباتيك فين والدكتال فينوس. الايديال بوزيشن عندنا بيبقى عند تي 8 تي 9 زي ما احنا شايفين في الاكس راي، بيبقى يعني خارج الكاردياك شادو بتاعنا. ده الايديال بوزيشن زي ما احنا شايفين في الانترو بوستيريور فيو عند تي 8 تي 9 وفي اللاترال فيو. نيجي بقى البان بوزيشن بتاعنا، ممكن يبقى اليو في سي بتاعتنا تبقى ديب في الرايت اتريوم او ايفن في الليفت اتريوم او ديب في الهيباتيك فين، ده ممكن يعمل لي في البورتال فين ثرومبوزس، او لو في الليفت اتريوم ممكن تعمل لي اريزميا او ايفن بيرفوريشن. ده مثال لاندو اليو في سي بتاعتنا كانت ديب دي تقريبا عند تي 6 او تي 7، ولما عملنا شديناها شويه بقت في الايديال بوزيشن. ده مثال تاني زي ما هو واضح كده كانت موجود اليو في سي تيب بتاعها في الليفت اتريوم، فهي غالبا باسنج ثرو البيتنت فورا من اوفال ومنها للبالمونري فين زي ما هو متلوم على الصوره في الجنب التاني. الصوره دي بتبين ان احنا عندنا الامبليكال فين كانت ديب في البورتال فين، ودي لازم تتشد على طول بري هيباتيك، ودي اكستريم مثال لبورتال امبليكال فين كاثيتر في البري هيباتيك. مش كل الاكس راي في الانترو بوستيريور فيو ممكن ما نعتمدش عليها عشان نشوف اللاين، ساعات بنحتاج للاترال فيو نشوف منه اللاين افضل في بعض الامثله. من بعض الامثله اللي احنا ممكن نشوفها زي المثال ده، احنا اليو في سي بتاعتنا شايفين التيب بتاعنا هل هي عدت الدايفراجم او ما عدتش، لما عملنا اللاترال فيو لقيناها لسه موجوده في البارينكيما او في الليفر. نفس الاكس راي تحت برضو هنا مش عارفين هي جاست، ممكن لو زقناها شويه توصل سنترال ولا لا، هي دي برضو هيباتيك لان اللاترال فيو مبين ان هي في الليفر. الاتريو كيفال جنكشن بيبان اسهل في اللاترال فيو.
هنا الاكس راي برضو بتاعتنا في الانتروبيستيريور فيو مش واضح، احنا التيب بتاعتنا جاست اباف دايفراج، بس لما عملنا اللاترال فيو كانت واضحه ان هي في الكيفو اتريال جانكشن، ونفس المثال فوق تحت. تالت حاجه، ساعات اليو في سي بتاعتنا بتبقى كويلت وبتبان كده ان هي بتبان كده ان هي احنا مش عارفين هي التيب بتاعتها اللي باين قدامنا في الانتروبيستيريور فيو كده، لما عملنا لاترال فيو لقيناها كويلد على نفسها وباينه ان هي في الليفر. فساعات برضو كده نقول ان احنا بنحتاج لاترال فيو او تو فيو نبين فيها اليو في سي. هنتنقل بعد كده للامبليكال ارتري لاين، مش كومن من ركيبه بس بنحتاجه في العينين اللي داخلين قسطره او في بعض المانوفرز يعني، فلازم نبقى عارفين تركيبه ازاي. هو الامبليكال ارتري بيتركب في واحد من الامبليكال ارتريز اللي عندنا، بيبقى الكاركترستيك بتاعنا ان احنا طبعا بيبقى عندنا بيعمل لوب في الانترنال الياك ارتري ومنه بيوصل للابدومينال اورتا. في اتنين بوزيشن، الافضل في عندنا هاي بوزيشن وفي لو بوزيشن. الهاي بوزيشن اللي هو بيبقى عدى خلاص البرانش بتاعت الاورتا السوبيريور ميزنتريك والسيليار والرينال والسيلياك والرينال الراوند تي 6 تي 9 زي ما التيب باين هنا، واللو بوزيشن بتاعنا يبقى المفروض يبقى تحت اللو ميزنتريك، سوري اللور بوزيشن عند الانفيريو ميزنتريك ارتري. الهاي بوزيشن بيبقى اقل فاسكولار كومبليكيشن. ده مثال انتروبيستيريور لاترال فيو لجود بوزيشننج بتاع امبيريكال ارتري لاين من تي 6 لتي 9 وباين هنا في اللاترال فيو. ده مثال ان احنا عندنا الامبيريكال ارتري لاين كان ديب سوري كان هاي كان في جود بوزيشن دي تقريبا عند تي 6. ده مثال تاني الامبيريكال ارتري كان ديب بقى هنا فعلا ده تقريبا فوق خالص في الرايت اتريوم. هنا الامبيريكال ارتري لاين كان كويلد على نفسه في الابدومينال اورتا ما وصلش اتريوم من فوق، وهنا لسه موجود في الانترنال ايريك ارتري وكويلد على نفسه. هنتكلم بعد كده على البريفرال انسيرتد سنترال كاستر، وهي يعني هو ده البريفيرد عندنا في البريترمات عموما، وده يعتبر بريفربل لونج تيرم كاسيتر بنستخدمها عندنا. احنا المفروض بنشوف التيب بتاعتنا في عند الكيفو اتريال جانكشن، احنا عندنا دي التراكيه ودي البايفركيشن ودي هنا الكارينا تقريبا عند الفيرتبري من 5 ل 7، من يبقى عندنا الافضل وايديال بوزيشن عند الكيفو اتريال جانكشن تقريبا 2 فيرتبري بلو ذا كارينا، بنركبه من في ايدينا اليمين او الشمال او ايفن في اللور لوب. ده مثال لليفت بيك لاين، التيب بتاعته موجوده هنا برضو عند الكيفو اتريال جانكشن. الايديال بوزيشن بتاع الابر لمب بيك لاين زي ما قلنا عند الكيفو اتريال جانكشن بلوزا كارينا باثنين او واحد نص فيرتبري، واللي هو عند تي 4 لتي 5. بالنسبه للور لمب ايديال بوزيشن البيك لاين يبقى عند تي 9 لتي 10 زي ما احنا بادئين كده تحت، ده البيك لاين بتاعنا وبيكروس الميد لاين وبيوصل لتي 9 او تي اراوند تي 10، ده الايديال بوزيشن. ده لاترال فيو مبين ان هو بادئ هنا البيك لاين ومنتهي عند طبعا دي تي 12 اللي هو الريب الاخير، وده تقريبا عند تي 10. ده مثال لديب انسيرتد ليفت بيك لاين زي ما واضح ان التيب بتاعته تحت عند الرايت اتريوم داخل على الرايت فنتريكل، وده برضو لازم يتشد عشان ممكن يعمل لي اريزميا او اتريوم برفوريشن زي ما واضح في الصوره يعني. ده مثال لبيك لاين، هو دخل في الرايت اتريوم ومنه وصل للليفت اتريوم عن طريق او يعني خلاص بقى موجود في الكورونري ساينس كمان برضو عن طريق ممكن يكون عدى في البيتا فورامين اوفال. احنا الفتره اللي فاتت يعني الشهرين اللي فاتوا حصل معانا تو انسيدنتس ان في دين بريترم دخل كانوا مركبين بيك لاين بعد 7 ايام دخلوا في بريكارديال ديفيوجن. لما ابتدينا انفستيجيت الموضوع كان في منهم بيه بصراحه كان اكيوميوليتنج ما ظهرش غير بعد 5 6 ايام من البرفوريشن غالبا، في واحد كان اكيوت، الاثنين اتعمل لهم بريكارديو سينتيزيس. يعني لما قرينا ولقينا ان
طبيعي البيك لاين ممكن يتحرك 2 ل3 فيرتبري عن طريق الابدكشن او الابدكشن بتاع الارم ايفن فليكشن اكستنشن على حسب المكان اللي متركب فيه وعلى حسب الفين نفسه اللي انسرتد فيه. زي ما واضح في الصوره هنا البيك لاين بتاعنا كان موجود البيبي كان عامل ابدكشن للارم فالبيك كان موجود لما اتصور البيبي كان عند T2 T3 ولما البيبي كان عمل هنا ابدكشن كان التيب بتاعتنا دخلت جوه الهارت ويزنز الهارت عند T6 L T7. ده ممكن يحصل منه كومبليكيشن كتيره، هي رير كومبليكيشن صراحه بس شفناها. فعشان كده يعني كان في حاجه مكتوبه في الاستراليان جايد لاين موجود ان احنا عندنا دي انا جايبها من ارتكل، يعني ان الشولدر ابدكشن سواء الفين على حسب الفين اللي متركب فيه بازيليك او سيفاليك او اكزيلري الابدكشن والابدكشن والفليكشن والاكستنشن بيأثر على دخول وخروج الميجريشن والميجريشن بتاع البيك لاين من والى البيك لاين. هم طلعوا كونكلوجن من الموضوع ده ايفن برضو الهيب فليكشن اكستنشن بيأثر على اللور من البيك لاين. طلعوا كونكلوجن ان احنا اول حاجه المفروض نصور البيبي كمان في اكتر وضع هو بيبقى واخد البيبي عليه وضعه طول اليوم، يعني لو البيبي طول اليوم فليكسد يبقى احنا نصوره ولما نيجي نصور الاكس ري هو فليكسد. يثبت البيك لاين كويس بالستريس تريبس وزي ما احنا عارفين البيك لاين بيثبت ازاي. ده كان صوره البيبي اللي دخل في عنده كارديوميجالي زي ده اللي كان دخل عندنا في بريكاردال افيوجن. البيك لاين مش واضح هنا قوي في الصوره. نيجي للسنترال فينوس لاين، هو مش يعني احنا ما بنحبوش ما بنبقاش فيرست اوبشن بعد اليو في سي بيك لاين، ممكن نستخدم في البيك لاين السنترال فينوس لاين ده بيبقى موجود في السوبيريور فينا كيفا. احنا عندنا ممكن نركبه البريفيرد عندنا من في الانترنال جيجولار رايت او ليفت وبعد كده في السب كليفيان. بالنسبه للانترنال جيجولار بيبقى بنشوف البيك لاين بتاعنا زي ما واضح في الصوره، هو بيبقى نازل فيرتيكال وبيبقى موجود التيب بتاعته جاست اباف الكارينا باراوند 2 سم او 1.5 سم موجود في السوبيريور فينا كيفا. هنا البيك لاين سوري ده السب كليفيان. السب كليفيان بيبقى بادئ هوريزونتال تحت الكلافيكل بعد كده بيبقى ماشي فيرتيكال برضو في نفس المكان او 1 سم الاباف الكارينا. ده ليفت رايت سب كليفيان وهنا الليفت سب كليفيان. دي من البان بوزيشن بتاعنا زي ما وسام موضح هنا كان دي بوصل ايفن في الرايت اتريوم وصل للرايت فينتريك وده ممكن يعمل لي اريزميا. واحنا هنا عندنا طبعا السب كليفيان مش بريفيرد بالنسبه لنا لان بيحصل منه اوقات كتيره ايتروجينيك نيموسولاس وهو بيتركب. خلصنا الفينوس لاينز، هنبتدي نتكلم على الاندوتريكيال تيوب والشيل تيوب. الاندوتريكيال تيوب زي ما احنا عارفين احنا بنتكلم كتير النهارده على الكارينا والتراكيه كارينا مش بتتشاف في معظم الاوقات، لازم الاكس ري تبقى الكواليتي بتاعتنا كويسه نشوفها في دارك روم. احنا عندنا دي التراكيه ده البايفوركيشن ودي هنا الكارينا زي ما وضح في الصوره هنا دي التراكيه ودي الكارينا ده الرايت والليفت مين برونكس. احنا عندنا التيب طبعا كل حاجه موجوده عندنا بالارقام على حسب الويت بتاع البيبي الجستيشنال ايج بنثبت التيوبا واحنا بنبقى شايفينها ميد واي بتوين الهيد اوف كلافيكل والكارينا، يعني المفروض التيوبا بتاعتنا الايديال بوزيشن هنا عن بدايه الريب التاني. الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل منها او اكتر مال بوزيشن بتحصل هي ان الاندوتريكيال تيوب تدخل في الديب تدخل تعدي في الرايت مين برونكس وده الاكتر مكان بتدخل فيه رايت مين برونكس لان هي شالور انجل عن الليفت مين برونكس. طبعا الاسوفجيال انتيوبيشن ده المفروض اصلا ما نستناش على اكس راي لان وانس ان انا تيبت اسوفجيال وسمعت العين لازم انا اشيل التيوب على طول عشان ما ادخليش في مور كومبليكيشن. طبعا التيوبا برضو ايفن لو ديب انف ممكن تعمل لي ايفن نيموثوراكس. هنا احنا عندنا الاكس ري واضح ان احنا عندنا هنا التيوبا كانت ديب واصله ايفن في الرايت مين برونكس احنا متوقعين هيحصل ايه، هيحصل اكيد ليفت سايد اتليكسس عشان هي كانت داخله في الرايت مين برونكس. هنا طبعا ده اسوفيجيال انتيوبيشن زي ما واضح في دايلتيشن في الاسوفيجاس وايفن في الفاندس او في الاستمك. الشيل تيوب احنا بنركبها في العين طبعا اللي هم بالديفولبد ريسبيراتوري ديستريس نتيجه نيموثوركس نتيجه بلورال افيوجن
اكتر شيل تيون راكبه طبعا في النيمو ثوراكس، هي المفروض بتتركب في الميد اكزيلري لاين في الفورس والسكس انتر كوستال سبيس، المفروض تبقى متوجهه سوبيريور، التيب بتاعتها تبقى ماشيه فوق في الجلورال كاف في الايبكس بتاع الجلورال كافيتي عشان تبقى الافضل بيتر دريج يعني فور بيتر دريج. عندنا ده مثال لشيل تيوب متركبه في الجنب الشمال برضه في الفورس 2/6 انتر كوستال متوجهه سوبيريور. الكومبليكيشن بتاعتها زي اي تيوب برضه، ممكن تعمل لي هيموثوراكس، ممكن تعمل لي ممكن ايفن هي لو مش واضحه قدامنا في الاكس راي تبقى المكان بتاعها ابيرنت وتبقى سب بلورال وتبقى دي اصلا ديس فانكشنج. اخر حاجتين هتكلم عنهم وهم حاجتين مهمين جدا ونشوف الكومبليكيشن بتاعتهم يعني الفتره اللي فاتت تاني، اللي هي الجاستريك كاستر او اللي هي الاورو او النيزو جاستريك الرايل بتاعتنا. الرايل بتاعتنا ممكن تتركب مره نشوفها، المره الثانيه ما بنشوفش الاكس راي، بس يعني لازم كل مره على الاقل نبقى عارفين البوزيشن بتاعنا. زي ما هو واضح في الصوره هنا الرايل بتاعتنا لازم تبقى نازله، في ثلاث حاجات لازم نشوفهم زي ما واضح في الصوره. الرايل بتاعتنا او النيزو جاستريك تبقى نازله فيرتيكال بتكروس الكارينا في الميد لاين، ما بتروحش ناحيه الرايت او ليفت مين برونكس، بعد كده بتفضل نازله تحت عند السهم الاورنج عند تحت الدايفراج وبتعدي الجاستروسوفيجال جنكشن باراوند 10 ل 12 سم تو ذا ليفت سايد اوف ذا بيشنت، ومتاكد ان التيب بتاعتها موجوده في الاستومك. الثلاث حاجات دولت لو راجعناهم ان البيبي ان الرايل بتاعتنا نازله بلو ذا ليفل اوف ذا كارينا وبتكروس الكارينا وموجوده في بتعدي خلال الجاستروسوفيال جنكشن وتبقى تحت الدايفراجم وبيوند الجاستروسوفيال جنكشن، يبقى ده احنا كده في مكان صح زي ما واضح في الصوره هنا الرايل بتاعتنا. طبعا احنا عندنا اندوتريكيال تيوب هنا تو ديب، عندنا رايل متركبه وهنا كمان ممكن تبقى تو ديب شويه، بيحصل منها بعض البيليس، ممكن نتشيك الرايل بتاعتنا لو لقيناها ديب انف ممكن ده اصلا يخلي العيان يجيب بيليس، فمكان الرايل ده مهم جدا. امثال المال بوزيشن عندنا ان الرايل هنا هي ما مش هي نزلت في الميد لاين بس جت عند البرونكس ما دخلتش في البرونكس، كلت على نفسها ورجعت فهي غالبا في الاسوفيجاس. هنا ده عيان يعني لسه محجوز عندنا، الصوره مش واضحه قوي بس احنا الرايل عندنا هنا دخلت في البلورا في فولس تراكت، ده بدايه الرايل دخلت فولس تراكت هنا وزي ما واضح في الصوره، وطبعا هي عامله ميديستاينايتس. اخر حاجه النيزو جيجنال، يعني لما بتبقى متوفره عندنا بتبقى الاوبتيمم في عيانين الريفلوكس والعيانين اللي هم بيبقوا خلصنا فيهم ميديكال مانجمنت من بروتون بامب وجاستريك وجافيسكوم. النيزو جيجنال بتاعتنا بتتركب في نفس الفيرتيكال لاين بتاع الرايل بتكروس السي شيب بتاع الديودينم وبتعدي الليفت سايد، او ممكن نتقبل ان هي تبقى موجوده في الميد لاين زي ما واضح في الصوره بتاعتنا هنا الكروس البايلورس والسي شيب بتاع الديودينم بعد كده تو ذا ليفت اوف ذا بيشن. الريسك بتاعتنا طبعا يعني احنا في اوقات بنركب النيزو جينال ونصور، نركب ونصور ده الهازارد ممكن اصلا يعمل لي هازارد راديشن اكسبوجر كتير ممكن تعمل لي بليدنج وطبعا ديسبليسمنت والمال بوزيشن موجود او ايفن بيرفوريشن. دي يعني اكسبتد بوزيشن او ممكن تحتاج ان هي تنزل تحت شويه كمان تعدي كروس ميد لاين اكتر. هنا طبعا النيزو جيجنال بتاعتنا نزلت واكروس البايلورس ونزلت في الديدنم ما اخدتش السي شيب، فضلت نازله ابنورمال تراكت وده غالبا هتعمل لنا بنسبه كبيره ديودينال بيرفوريشن. اخر صوره هنختم بيها لبيبي لسه موجود فوق، ده كانت نيزو جيجنال اتركبت فولس تراكت كولت على نفسها والتيب بتاعنا زي ما هو واضح كده كان في فولس بس وي والبيبي ده دخل في ميدياستاينايتس وبرفوريت بعدها. شكرا جزيلا. شكرا.
تربنس يعني في التدخين بتاعكم. ميرسي دكتور خليفة، هي يعني محاضرة جميلة to the point. أنا بشجع بصراحة أن أي نايب أو أي حد جونيور لازم يشوفها، مفيدة جدا. ميرسي خليفة دكتور خليفة. دلوقتي مع دكتورة مروة كارديولوجيست فزرانها هتبتعها بقى دلوقتي. تفضل يا دكتورة مروة. السلام عليكم، ازي حضراتكم جميعا. اولا حابه اشكر طبعا دكتور نهال وكل وحده الكليه، هم اهلي وحبايبي من زمان الصراحه، وربنا يبارك في عمر حضراتكم، وشرف بجد ان انا اكون مع يعني مع حضراتكم النهارده في اليوم. وان كان الصراحه التوبيك انا اتزنقت فيه، انا عمري ما عملت حاجه عليه اي حاجه هتقولي حاجه كان الحقيقه تشالنجينج، ربنا يا رب يجعلها خير يعني كده. وربنا ربنا يبارك في عمر حضراتكم يا رب، جزاكم كل خير. وانتم حضراتكم يمكن ابتديها يعني مش عارفه الفيديو ده يعني مش عارفه ده هيتسجل هيفتح ولا لا.